مفيش شك ان الفنان عمر الحريري يعني واحد من اهم الفنانين اللي قدم مسيره طويله جدا ولقب بعاشق الفن وليه محطات فنيه مميزه على مدار تاريخه الفني. خلينا نتعرف عليها اكتر. معانا على تليفون الناقد الفني الاستاذ علي الكاشوتي. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عاشق الفن ده لقب استحوذ عليه الفنان عمر الحريري طبعا لعشقه واندماجه الكبير في الفن. كلمنا اكتر عن اهم اللي تميز بيه الحريري في ادائه لمختلف الادوار. والله هو يعني اكتر حاجه مميزه في مسيره الاستاذ عمر الحريري الله يرحمه ان هو كان سهل ممتنع. يعني كان تمثيله بسيط، ما فيهوش فزلكه، ما فيهوش اعتماد على طريقه كلام معينه او على حركات معينه. كان بيأدي الدور بشكل حقيقي وطبيعي، وده اللي كان بيخليه يدخل القلب بشكل سريع. وعنده الحقيقه محطات متنوعه كتير جدا ما بين السينما والمسرح والاذاعه، وكان دايما حريص على ان هو يقف ويدعم المواهب الجديده. ويمكن في اخر ايامه كان دايما بيبقى متواجد في الافلام القصيره، في مشاريع التخرج، بيساعد الشباب الصغير، شباب المخرجين وشباب المبدعين. اكيد. طيب استاذ علي، يعني في محطات كتيره جدا عايزين نتكلم فيها مع حضرتك، لكن ازاي الاستاذ عمر الحريري قدر ان هو يبدع في كل هذه الادوار؟ ويعني كنا لسه عارضين جزء كده، واكيد حضرتك بتشوف دلوقتي على الشاشه والساده المشاهدين بيتابعوا جزء من الفوازير. كان عنده اتقان شديد جدا للغه العربيه ومخارج الحروف، بالاضافه الى انه قدم ادوار مختلفه، قدم ادوار فيها الجد وفيها الصرامه وفيها ادوار كوميديه. ازاي قدر يتنوع في كل هذه الالوان ويقدمها بكل هذه البراعه؟ شوف، هو الحقيقه الجيل القديم اللي هو ظهر فيه الاستاذ عمر الحريري الحقيقه ان هو جيل محظوظ جدا بثقافته وتربيته بشكل يعني خلى مداركه وافكاره متنوعه ومختلفه بشكل كبير. يعني يمكن الطقس الثقافي او الطقس العام في الفتره اللي هو بدا يتالق فيها ويشتغل ليها شكل مختلف على مستوى الثقافه والفكر والتعليم. عشان كده دايما بنقول ان البيئه بتؤثر في الفنان، وكمان المجتمع المحيط بيه، المجايلين ليه كمان من ابنائه، من ابناء جيله عفوا، في هذه الفتره وفي هذه المرحله اللي بيعيشها الفنان بيكونوا مؤثرين بشكل كبير وبيأثروا في بعض. بالظبط. يعني هو ظهر في وقت فيه عظماء كتير جدا، وفي حركه فكريه وثقافيه بشكل كبير. شارك كبار النجوم وعاصر كبار الادباء، فبالتالي كل ده بيأثر في المدخلات اللي بتدخله من الكتب ومن الثقافه والعلم اللي موجود، فبالتالي بيقدر يفرزها في اعماله. فبالتالي اغلب نجوم الفتره دي كلهم بيتقنوا اللغه العربيه بشكل كبير، عارفين ازاي ينطقوا الحروف، بيقدروا يتنوعوا في الاعمال، لان في اعمال يعني في طقس فني بيحصل، في زخم حاصل. فعشان كده ده بيأثر بشكل كبير، على عكس مثلا الفترات اللي احنا بنعيش فيها حاليا. كل ده او اغلب اشكال الثقافه انحصرت بشكل كبير، وبقت السوشيال ميديا هي اللي بتقود الفنان او هي اللي بتحركه، فبالتالي في فرق كبير فيما كان يقدم واللي بيتقدم حاليا. يعني أكيد المسرح يمكن كان العشق الأكبر للأستاذ عمر الحريري رحمة الله عليه، وارتبط بيه ارتباط يعني زي ما بنقول كده ما كانش مجازي، لأنه آخر أيامه كان موجود على خشبة المسرح. لو تقول لنا إيه السر تميزه الشديد على المسرح وأدواره المختلفة اللي أنت كنت شايفها يعني نقطة؟ والله شوفي، هو يعني المسرح الحقيقة كان ولا يزال هو مصنع النجوم. يعني على مدار السنين الطويله لو بنتابع وبنركز في الممثلين اللي هم بالاساس ممثلين مسرح، هتلاقيهم قادرين على ان هم يقدموا اختلاف كبير جدا، لان هم بتبقى عندهم مهارات مختلفه عن مهارات الممثل اللي بيمثل في مجال الدراما والسينما فقط امام كاميرا. اللقاء مع الجمهور او التعامل المباشر مع الجمهور بيثقل الفنان بشكل كبير، وبيخليه عنده القدرة على التنوع والتلون، وإن هو يقدر يجس النبض الخاص بالجمهور، هل هو مبسوط، هل هو راضي عن أدائه، هل هو متفاعل. فبالتالي
يخلي الفنان قادر ان هو يبقى عنده امكانيات اعلى ومتطوره واسرع، وعنده السنس بتاع ان انت تقدر تفهم الجمهور مبسوط معاك ولا تبقى محتاج انت ترتجل اكتر او تغير من طريقتك. هو الحقيقه كان عاشق طبعا للمسرح، ومش بس المسرح، مسرح والتلفزيون والسينما. يعني هو قدم ما يقارب اكتر من 350 عمل، اشتغل مع يوسف وهبي، مع مديحه يسرى، مع مديحه يسري. قدم اعمال كتير جدا في السينما، يعني فتافيت السكر ده واحد من اجمل الاعمال، يمكن ما هوش البطوله الاساسيه، لكن لو تتخيل ان مثلا شخصيه فريد دي مش موجوده هتحس ان في حاجه ناقصه في طبعا في الفيلم. شغله في المسرح، شغله في التلفزيون، وجوده مع الفنان الكبير عادل امام في مسرحيه في مسرحيته، او حتى في مسلسل احلام الفتى الطاهر، تقديمه مسلسل ساكن قصادي مع الفنان محمد رضا وخيريه احمد طبعا وسناء جميل. لا الحقيقه مسيره يعني ممتده وفيها تنوع وغنى بشكل كبير. وطبعا غيابه يعني من المؤكد ان هو اثر في ناس كتير، لان هو زي ما قلت لحضرتك في الاول يعني داعم بشكل كبير للفن ومؤمن بالمواهب اللي حواليه، وكان ليه اصدقاء كتير مخرجين صغيرين في الوقت اللي هو كان لا يزال يعني عايش ما بيننا، كان قد ايه بيدعمهم وقد ايه ممكن يروح لهم الاستوديو يسجل، ياخد من وقته في ان هو يسجل في او ان هو يساعدهم في اشياء كتير بدون اجر وبدون مقابل. فكره ان هو يفضل يقدم لمده 18 سنه مسرحيه زي المسرحيه اللي وتد الشغال مع الزعيم عادل امام، دي حاجه مش سهله. وان هو يفضل لحد اخر وقت واقف على خشبه المسرح رغم المرض اللي هو كان دايما يحب يسميه مرض الوحش، ما يحبش يسميه باسمه، ده شيء عظيم الحقيقه. رحمة الله عليه. كل الشكر ليك للناقد الفني علي الكاشوتي، شكرا جزيلا لحضرتك.